بس هنا هرجع ليك يا استاذ غدير على مساله مدخلات الانتاج. دي مساله مهمه قوي. في منتجات بتبقى منتج نهائي ولكنه يتحول الى مدخل انتاج، زي مثلا الواح الام دي اف، زي مثلا اتش دي اف، زي مثلا اتش بي ال، دبليو بي سي، كل الكلام ده احنا بنستورد منه كميات ضخمه جدا. ده حقيقي. هل احنا جوه مبادره ابدا بصينا على حجم الاستهلاك بتاعنا؟ لان انتوا بالاساس معنيين، هقول الكلمه الكبيره بقى، بتوزنوا الميزان التجاري بتاعنا. بالظبط بالظبط. احنا بصينا على السوق وشفنا استيرادنا طبعا طبعا. احنا اولوياتنا يعني اهم حاجه درسناها كانت الواردات. احنا درسنا كل القطاعات، يعني السب سيكتورز في قطاع الصناعه، وكل حاجه ايه الواردات اللي عندنا فيها، وايه الجاب اللي احنا محتاجين ان احنا نغطيها. وكانت الاولويه عندنا القطاعات اللي فيها اكبر نسبه واردات. حلو. لقيتوا ايه؟ لقينا مثلا انه قطاع الاجهزه المنزليه مثلا من الحاجات اللي احنا محتاجين جدا ان احنا نوطن الصناعه فيه. ماشي. قطاع البتروكيماويات، قطاع الصناعات الغذائيه برضو، دي كلها كانت قطاعات احنا محتاجين ان احنا نوطن فيها الصناعات. قطاع الاسمده مثلا، وسائل النقل الخفيف، قطاع الصناعات المعدنيه. فابتدينا ان احنا نستهدف كل القطاعات اللي فيها اكبر نسب واردات. عمالين يقولي تايم، بس انا محتاج لسه دقيقه كمان. الا وهي، وهو ده يمكن هيبقى سؤال في السريع كده، يعني هل احنا كمان في ابدا حاطين لنفسنا زي ما يتقال كده زي تارجت؟ انا عندي الاستراتيجي او الرؤيه بتاعتي كده قدام اهو، بس انا عارف ان انا في التاريخ الفلاني هكون وصلت الى كذا. احنا عاملين كده؟ ده حقيقي. احنا عندنا تايم لاين بالمشروعات، بالتوفير في الفاتوره الاستيراديه لحد 2023، وعندنا تارجت 2024 2025. اقدر اقلل او بزقط، اقدر اقلل حجم الفجوه في الميزان التجاري بتاعي قد ايه كل سنه؟ يعني احنا بنستهدف ان احنا على اخر 2023 نكون قللنا 5 مليار دولار مثلا، وفي 2024 7 مليار دولار. وبرضو 2024 احنا بس مش بس كمان بنستهدف ان احنا نقلل الفجوه الاستيراديه، انا عايز اقول صادرات. بالظبط، احنا بنستهدف الصادرات. بالظبط. الرئيس حاطط ده حقيقي طبعا 100 مليار، 100 مليار، وبنحاول كلنا جاهدين طبعا عشان خاطر نحقق الهدف ده.